انا السلام عليكم، وصلت لك فصلت ورحب بكم. اليوم غندرسوا رتابات، عفوا، اليوم غندرسوا رتابات داله باستعمال الدواء المشتقه. دونك ناخذوا مثال باش نعرفوا المنهجيه باش كنخدموا. اذا خديت واحد داله افليكس، مثال بسيط، مثلا واحد داله اكس سي 2 ناقص 3 اكس، هذا لا كما تعرفون دالة حدودية، إذا فهي معرفة على إيغ، معرفة على إيغ على مجموعة الأعداد الحقيقية. الآن غادي نبغي ندرس الرتابة ديال هذه الدالة. ما معنى ندرس الرتابة؟ نعرفها متى تكون تزايدية ومتى تكون تناقصية. يعني إذا سألجأ إلى المشتقة إف بريم ديال إكس، من المشتقة. الجميع الآن كيعرف أن المشتقة ديال إكس تساوي 2 هي 2 إكس، والمشتقة ديال ناقص 3 إكس هي ناقص 3. الآن أصبحت عندي المشتقة، كنصيبو جدول التغيرات، كنصيبو جدول التغيرات، الموضوع بسيط، نصيبو جدول التغيرات، لاحظوا، أن تعلموا أيها التلاميذ الأعزاء كيفاش كنصيبو جدول التغيرات، وهذا مهم ضروري. كاين تلاميذ ميم ديال البكالوريا اللي كيرتكبوا اخطاء في جدول التغيرات. إذا هنا في هذا الجدول غنديرو أولا إكس، إكس اللي كيحدد ليا مجال الدراسة، شنو كيكون هنا؟ كتكون هنا مجموعة التعريف، هنا مجموعة التعريف إيه هي إر، إذا من ناقص اللانهاية وصولا إلى زائد اللانهاية. الآن نورمالمون الخاصية ماذا تقول لي؟ كاينة دالة إف بريم اللي هي مشتقة، وكاينة إف اللي هي الأصلية ديال إف بريم. إذا كانت إف بريم سالبة تكون الدالة إف تناقصية، وإذا كانت إف بريم موجبة في واحد المجال تكون الدالة تزايدية على ذاك المجال. إذا الإشارة ديال المشتقة تحدد لي لدي الرتابة ديال الدالة إف. أعيدها وأؤكد، إذا جاب الله إف بريم كانت سالبة على واحد المجال إي، فإن الدالة إف تكون تناقصية على المجال إي، وإذا كانت موجبة على واحد المجال جي فإن الدالة تكون تزايدية على ذاك المجال جي. إذا الرتابة ديال إف ترتبط بإشارة المشتقة، الرتابة ديال الدالة إف ترتبط بإشارة المشتقة. الآن هذه هي المشتقة، المشتقة لقيناها كتساوي 2 إكس ناقص 3، إذا نكتب هنا 2 إكس ناقص 3، الإشارة ديال 2 إكس ناقص 3 هي نفسها الإشارة ديال إف بريم، والإشارة ديال إف بريم تحدد لي الرتابة ديال إف. هنا هنا اشنو كيكون ايها التلاميذ الاعزاء، وغادي نعاودها ثلاث مرات نظرا لاهميتها، وكثير من التلاميذ كيخطئوا. هنا اش كيكون؟ كيكونوا جوج الاشياء، نعاود اش كنقول، كيكونوا جوج الاشياء. اولا مجموعه التعريف زائد الاعداد التي تنعلم عندها المشتقه. شنو قلت؟ مجموعه التعريف زائد الاعداد التي تنعلم عندها المشتقه. نعاودوها، مجموعه التعريف زائد الاعداد التي تنعلم عندها المشتقه. الى جاب الله مجموعه التعريف، مثلا لقيت انا دومين دو ديفينيسيون دي دي اف مثلا ناقص لا نهايه مثلا ناقص واحد اتحاد مثلا تتا زائد لنا، سيبوزون انا عندي واحد داله ولقيت له دومين دو ديفينيسيون هو ناقص لنا ناقص واحد اتحاد ثلاثة زائد لنا، خصني نلقى هنا ناقص لا نهايه، خصني نلقى ناقص واحد، خصني نلقى ثلاثة، وخصني نلقى زائد لنا، خصني نلقى جميع العناصر التي وردت في مجموعه التعريف، جميع المحادات، جميع اطراف مجموعه التعريف يجب ان تكون وارده في مجال دراستنا. ونضيف ماذا؟ الاعداد التي تنعدم عندها المشتقه. الان المشتقه هي 2 اكس ناقص 3، اذا شوفوا متى تنعدم ببساطه 2 اكس ناقص 3 تساوي صفر، معنى 2 اكس ناقص 3 نحولها تساوي 3، معنى اكس تساوي 3 على 2. اذا عند 3 على 2 تنعدم المشتقه، اذا لا بدا نلقى 3 على 2 هنا كنكتبها. إذا قلنا هذه كتساوي صفر عند 3 على 2، بالتالي إف بريم كتساوي صفر عند 3 على 2، هذه حدودية من الدرجة الأولى، شكون اللي كيلعب هنا الدور ديال أ؟ اللي كيلعب الدور ديال أ هو 2، إذا هنا ها صفر، ها يمين صفر، وها اليسار تاع صفر،
على يسار الصفر عندي عكس إشارة تاع، الإشارة تاع كما كتشوف هنا موجبة، إذن عندي العكس، وعلى اليمين إشارة، هذه هي نفسها إشارة إف بريم ناقص ثم زائد، فبالتالي الدلائل ستكون تناقصية هنا وتزايدية هنا، إذن كنلقى الرتابة، إذن كنلقى الرتابة، كنلقى أن الدالة ديالي تناقصية إف، إذن إف تناقصية. علاش المجال؟ المجال من ناقص لا نهائي وصولا الى 3 على 2 و اف تزايدية على المجال من 3 على 2 حتى زائد لا نهائي. هذا مثال اول ايها التلاميذ الاعزاء، هذه هي الطريقه باش كندرسوا الرتابه ديال الداله باستعمال الدوال المشتقه. الرتابه يعني رتابة الدالة، إلا سمعتي رتابة الدالة معناها واش هاد الدالة تزايدية أو لا تناقصية، هذيك هي الرتابة. دونك مثال آخر، أرجو أن يكون هذا المثال أول واضح. ناخذ دالة اف اكس، كيفاش نديرو هاد دالة اف اكس مثلا؟ ليكون مثلا اكس اس 4 مثلا او لا اكس اس 3 زائد 7 مثلا. دونك هادي دالة، الا خدينا المشتقة اف بريم ديال اكس، المشتقة ديال اكس اس 3 الجميع يعلم انها 3 اكس اس 2، والمشتقة ديال 7 تساوي 0. الان هنا المجموعة ديال التعريف ديال هادي هي اي تساوي ماذا؟ تساوي ار. المجموعة ديال التعريف هي اي تساوي ار. دونك غنصيب الان الجدول، اعيد واذكر بالخاصية، الا كانت اف بريم سالبة في واحد المجال فان الدالة اف تكون تناقصية على ذاك المجال، واذا كانت اف موجبة في واحد المجال فان الدالة اف تكون تزايدية في ذاك المجال. اذا اشارة المشتقة تحدد لدي رتابة الدالة اف. غنصيب جدول التغيرات، اكس اذا بالنسبه للتلاميذ ديالنا الاعزاء اشنو قلنا كيكون عندي هنا في الفوق؟ كيكون عندي مجموعه تعريف زائد الاعداد التي تنعدم عندها المشتقه. مجموعه ماذا؟ مجموعه تعريف زائد الاعداد التي تنعدم عندها المشتقه. اذا مجموعه تعريف هي ار، اذا من ناقص لا نهايه وصولا الى زائد لا نهايه. دونك هنا غتكون اف بريم وفي التحت منها اف، شكون هي اف بريم؟ هي 3 اكس اس 2. اذا الان غنقلبوا هنا متى تنعدم المشتقه، ان اف بريم تساوي صفر، اف بريم تساوي صفر يستلزم ماذا؟ يستلزم 3 اكس اس 2 تساوي صفر، يستلزم اكس اس 2 تساوي صفر، يستلزم اكس تساوي صفر. اذا نحطوا صفر هنايا من جاني صفر، لانه العنصر الذي عنده تنعدم الداله المشتقه. اذا هنا نحط صفر، هنا من الواضح ان اكس اس 2 الموجب ظرف 3 غيبقى موجب، اذا الاشاره هنا زائد والاشاره هنا زائد. دونك هذه كتحدد لي الاشاره تاع اف بريم، دونك زائد زائد واف بريم كتنعدم هنا. اذا الداله ديالي في هذه الحاله فهي دائما تزايديه، اذا الداله ديالي غادي تكون تزايدية على طول الخط بدون أي انقطاع لأنها متصلة على R، إذا غتكون تزايدية. هذا هو جدول التغيرات في هذه الحالة. إذا نصيب مثال أخير، نصيب مثال أخير يكون شوية أكثر تطورا، يكون فيه جدول شوية عامر.
ناخذوا هذا المثال. اذا هذه ايضا داله حدوديه ومجموعه تعريف اي تساوي اف. دونك كنديروا المشتق اف بريم ديال اكس. اذا واحد على ثلاثه عدد ثابت نحتفظ به. ما تنساوش لا فورميل ديال الاشتقاق ك فوا اف بريم كعدد حقيقي كنحتفظ به، يعني ما كنقيسوش وكنشتق فقط اف بريم. واضح هذه القضيه؟ الله يجازيكم بخير. عندك عدد فوا داله كنحتفظ بالعدد وكنشتق الداله بنفس الطريقه. بغيت نشتق واحد على ثلاثه اكس اس 3 بريم، فان واحد على ثلاثة ما كنقيسوش كنحتفظ به وكنشتق اكس اس 3 اللي كتعطيني 3 اكس اس 2. اذا هنا 3 مع 3 تختزل. اذا نلقى هنايا 3 اكس عفوا نلقى اكس اس 2. اكس اس 2 المشتقه ديال ناقص اكس هي ناقص و ناقص واحد. اذا هنا الامور بسيطه، يمكن لنا نخدم باشارات حدوديه من الدرجه الثانيه، او الا بغيتي يمكن لنا نفكك هذا اكس ناقص واحد عامل اكس زائد واحد. ممكن نديرهم معا، ندير الطريقتين معا، يعني اللي حبس هنا وبغى الاشاره واللي دار هكا اللي خدم متطابقه مع اكس ناقص واحد عامل اكس زائد واحد، غنديرهم معا باش الافاده تكون عامه. دونك انتبهوا الان. اكس دونك قلنا اي كتساوي ار، يعني غندير من ناقص لا نهاية حتى زائد لا نهاية. دونك هنا كاينه اف بريم وتحت منها اف، وشكون اللي عطيني الاشاره تاع اف بريم؟ تعطيها لي اكس اس 2 ناقص واحد. اش خاصني دابا هنا؟ خاصني نحدد اين تنعدم المشتقه. الموضوع بسيط، اكس اس 2 ناقص واحد تساوي صفر، معنى اكس اس 2 تساوي واحد، معنى اكس تساوي واحد او اكس تساوي ناقص واحد. اذا هنا بالترتيب غيكون عندي العنصرين ناقص واحد ثم واحد. اذا قلنا هذه تنعدم عند ناقص واحد وعند واحد، ثم اوتوماتيكمون اذا علامه اكس تساوي 2 ناقص واحد معنى اف بريم تكون عادمه. اذا هنا بالنسبه للحدوديه من الدرجه الثانيه ماذا تقول الخاصيه؟ داخل الجذرين عكس اشاره ا، وخارج الجذرين اشاره ا. وعيد، داخل الجذرين شكون هما الجذرين؟ الحالين في الحاله هما ناقص واحد وواحد، عكس اشاره ا شكون هو؟ ا هو العدد المرتبط باكس اس 2 اللي هو في الحاله واحد موجب. اذا العكس هنا غيكون سالب. وخارج الجذرين يعني الجذرين هما هذا الخارج، يعني على اليمين وعلى اليسار الجذرين، الاشاره ستكون موجبه. اذا هذه تحدد لي اشاره اف بريم موجبه سالبه موجبه. اذا هنا موجبه، اذا اف تزايديه تناقصيه ثم تزايديه. اذا هنا كخلاصه غادي نقولوا بان الداله اف تزايديه على كل من المجالين. انتبه، ما تقولش هي تزايديه على المجال ناقص لا نهايه ناقص واحد اتحاد واحد زائد لا. هذه الجمله الرياضيه خاطئه. تزايديه على المجالين، على المجالين ناقص لا نهاية ناقص واحد و واحد تن زائد لا نهاية، أو تقول تزايد على المجال ناقص لا نهاية ناقص واحد وتزايد على المجال واحد تن زائد لا كما يظهر في جدول التغيرات. وفين كتكون تناقصية؟ كتكون تناقصية اف تناقصية في على المجال ناقص واحد وصولا إلى واحد. إذا هذا اللي خدم حدود ديالنا الدرجه الثانيه ودار اشاره مباشره. كاين بعض التلاميذ اللي ربما مولفين هذه الطريقه ولا كيبغيو يتجنب اشارات حدود ديال الدرجه الثانيه كيفكك هكا، سيحصل على نفس النتيجه. الجدول ديالو غادي يكون على هذه الطريقه، الاجابه ديالو صحيحه لا غبار عليها، غير هو غيضطر يكبر الجدول شويه، غيدخل اكس ناقص واحد واكس زائد واحد ثم اف بريم ثم اف. اكس اذا هو خصو هنا اكس ناقص واحد ثم اكس زائد واحد. دابا الجداء ديال هاد الجوج، الاشاره ديال هذا فوا الاشاره ديال هذا هو اللي غتعطيه الاشاره تاع اف بريم. ثم سنكتب اف بريم او في الاسفل اشاره الاف. اذا اش قلنا كيكون عندي هنا؟ دائما تكون عندي مجموعه تعريف زائد الاعداد التي تنعدم عندها المشتقه. اذا مجموعه تعريف قلنا هي ا، اذا ناقص لا نهايه وصولا الى زائد لا نهايه. بالنسبه لهذا ينعدم عند واحد وهذا ينعدم عند ناقص واحد. هنا كيبان اف بريم تساوي صفر، هنا في هذه الصيغه اف بريم تساوي صفر، يستلزم اكس ناقص واحد عامل اكس زائد واحد تساوي صفر،
يستنزل x ناقص 1 تساوي 0 أو x زائد 1 تساوي 0 يستنزل x تساوي 1 أو x تساوي ناقص 1. إذا هنا غنحطو ناقص 1 ومعها 1، إذا عندي 0 عند 1 هنا كيبان لكم 1 ناقص 1 0، ثم عند ناقص 1 هنا هنا فقط سميتو. إذا هاد إف بريم تنعلم عند ناقص 1 وعند 1 0 هنا 0 هنا. إذا أنا أتعامل مع حدود ديالنا الدرجة الأولى، ها هو 0 ها هو الحل. إذا على يسار الصفر عكس إشارة أ، شكون هو أ؟ أ هو العنصر المرتبط بإكس لأن عندي حدود ديالنا الدرجة الأولى، دونك إشارته موجبة على يسار الصفر، صفر على اليمين تاع صفر وعلى اليسار تاع صفر، على اليسار تاع صفر عكس إشارة أ. إذا الإشارة ناقص ناقص ثم زائد، نعود تاني الصفر على اليسار تاع صفر، عندي واحد موجب ناقص ثم زائد ثم زائد. دابا الجداء ديال هادو كيعطيني إشارة تاع إف بريم، ناقص نضربها في ناقص زائد، وناقص نضربها في زائد ناقص، وزائد نضربها في زائد زائد، وبالتالي إف بريم موجبة إذا إف تزايدية سالبة إف تناقصية ثم موجبة تزايدية، ويحصل نفس الخدمة للقاء الصديق ديالو اللي خدم مباشرة بإكس سيدنا ناقص واحد. نرجو أن يكون هذا واضحا. إذا كان هناك أي استفسار اتصلوا بنا عبر مواقعنا وعبر رقم الهاتف. أسرة وكفاسيل تحييكم وتشكركم على متابعتكم وتعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.